ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف أحمد في قناة يوسف ذا كينج. في قناتي أنا إن شاء الله هقولكوا حاجات عن ماينكرافت، وكمان هعمل فيديوهات كوميدي، وإن شاء الله هوريكوا وشي، يعني اللي عايز يشوف وشي الصورة بتاعتي هتبقى في آخر الفيديو. بس ده كان فيديو تعريف عن نفسي، وان انا هقول لكم انا بحب اعمل ايه. انا دلوقتي عندي كذا لعبة كتير، فانا ممكن في كل فيديو هوريكم لعبة جديدة يعني. بس انا اللي متعود عليه ان انا هلعب ماينكرافت ولعبة سيف المعارف اهي، ماشي، وهنزل لكم فيديوهات كوميدي ان شاء الله. وكمان ممكن دلوقتي نجرب لعبة، اشوف مثلا دي لعبة فود درافت. انا اكتر الالعاب اللي انا ان شاء الله هجيبها القناة هي لعبة ماينكرافت. بس الاول هنبدأ اوريكم لعبة لعبة عندي، و هنخش على لعبة الأول. نخش هتختار التشكيلة، هتختار الكابتن، ولازم يكون كلهم متناسقين. يعني مثلا تختار واحد مثلا زي ميسي، اهو لازم تختار كلهم دوري اسباني، يعني ما ينفعش تختار اي لعيب عالي وخلاص، لازم كلهم يبقوا دوري اسباني. يعني مثلا هو جالي سواريز، هنكمل الخطة. رونالدو، كريستيانو رونالدو، مش لازم لنفس الفرقة بس لازم يكون اسباني. ما جالكش واحد اسباني، بتختار اعلى واحد، بعدين بتخش على اللي تحت، مثلا ده ديجو ألفيش. لو ما طلعلناش حارس، اه شفتوا زي ما قلت لكم، لو ما طلعلناش حارس اسباني هناخد ديجو ألفيش وهنبدله باللعيب ده، ماشي. وهنستنى بقى لغاية ما يجيلنا لعيب سي اي ام، ده ماسكرانو مثلا. لو مش عندنا مفيش، هنختار مثلا كومباني، هنحطه بدل ماسكرانو، تمام ماشي. برضو مفيش، هنختار كالدارا، ماشي ده كالدارا ممكن نختاره ونشوف لو حد جه تاني. ماشي ده ار دبليو، ممكن يتحط بدل ميسي بس انا مستحيل اغير ميسي. ده رايت باك، تمام اسباني. ده الامناني، اوكي الامناني ده ممكن يتحط هنا، يبقى برضو جايب لوكا مودريتش وفي كازيميرو، بس انا اختار لوكا مودريتش. وهنا عندنا برضو مفيش حد مش اسباني، في مارسيلو وجوردي ألبا وفليب لويس، بس انا اختار مارسيلو طبعا. هنخش على البدلاء، مثلا نختار ويليام، مستني اللعيبة تجيلي. وبكده اكون وضحت لكم صورة عن اللعبة، هي دي كانت اللعبة، وده كان انا يوسف. اتمنى تعملوا شير للقناة، سبسكرايب واللايك، واشوفكم في حلقة جديدة، ومع السلامة.